يمكن زي ما استعرضنا لحضراتكم من شوية الفيديو الأكثر انتشاراً الخاص بافتتاح مهرجان العالمين والخاص بالاستعراض اللي تم على أنغام أغنية أصحاب الأرض ليفا فالستينا، واللي فعلاً بيثبت قد إيه دور الفن مهم جداً في التذكير بالحق الفلسطيني. خليني أقول أن الحفل ده لقى طبعاً رواج كبير جداً على وسائل التواصل الاجتماعي. حفلة فعلا كانت مبهرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. خليني أقول أنه كل حاجة فيها زي ما كان أحمد عصام بيتكلم، الفاير ووركس اللي كانت موجودة، صوت دينا الوديدي، الموسيقى نفسها، الشاشات، الجرافيكس اللي كانت معروضة، الفيجوالز، كل حاجة. وعايزة أقول لكم أنه في شاشات كانت موجودة بس صممت خصيصا لهذا العرض. الموسيقى كمان كان ليها عامل جذب كبير جدا جدا، فخلينا يكلمنا عنها بالتفصيل الموسيقار مصطفى الحلواني ملحن أغنية أصحاب الأرض في افتتاح مهرجان العالمين 2024. معانا دلوقتي عبر الهاتف. مساء الخير عليك يا مصطفى، وبهنيك وبحييك على النجاح الكبير قوي ده. مساء الفل، ازيك يا بسنت؟ ميرسي جدا. يعني خليني أقول حاجة مختلفة شفناها، وخليني أقول إن مهرجان ترفيهي الناس بتتوقع حاجة معينة، لكن لما تدخل رسالة مهمة كلنا قلوبنا وجعانة على يعني اللي بيحصل أكيد في فلسطين، فأنت تدخل رسالة مهمة عن طريق الفن وعن طريق الموسيقى وتلاقي الرواج الكبير قوي ده، احكي لي أنت حاسس بإيه دلوقتي؟ هو بالنسبة لفكرة الرسالة دي، هو ده أهم حاجة ودي أكتر حاجة أنا يعني حابب إن أنا أبتدي بيها فعلا. هو أول ما كلمني على المهرجان المنسق العام للمهرجان أستاذ أمون عبد الوهاب وأستاذ بلال شركة دياز بلس، كلموني وقالوا لي نفس الكلام بالظبط. قالوا لي إحنا عايزين نعمل موسيقى بس في نفس الوقت بس عايزين ننسى القضية، وإحنا عندنا فكر معين إن إحنا عاملين النهاردة إن 60% من الأرباح رايحة لفلسطين، فمش هينفع نبقى بنعمل حاجه بره السياق خالص. هو صحيح المهرجان ترفيهي، لكن عايزين ده يبقى بيحصل بشكل ما ننساش برضو فيه القضيه. طيب هنعمل ايه؟ ابتدينا نفكر، فقالوا لي بص احنا عندنا فكره، وان احنا نبتدي بموسيقى فيها ايموشنز وفيها دراما مع مصطفى الحلواني على البيانو، ثم بنخش على اغنيه اللي هي اغنيه ليفا فلسطين، اللي هي اغنيه ببساطه بتقول يعني تحيا فلسطين وتسقط الصهيونيه. ثم بيخش عليها استعراض كبير جدا، فطبعا الكلام كفكره محمس جدا ضخم جدا في مكالمه تليفون. طب احنا يا جماعه عايزين لازم نقعد لازم نتكلم. الوقت اللي فضل قد ايه؟ للاسف الوقت طبعا اللي كان فاضل كان ما كانش كتير قوي، بس قدرنا نحط الحمد لله كل الطاقه والوقت اللي عندنا ان احنا نعمل احلى حاجه. ناقشت مع المخرج استاذ خليفه، كان عنده فكره بقى تانية ان احنا عايزين نعمل الموضوع ده كله بحيث ان هو يبقى حدوته واحده. يعني ايه حدوته واحده؟ يعني الموسيقى تبتدي تنتهي زي ما حضرتك قلتي دلوقتي كده مع احمد عصام والفاير ووركس. الحدوته كلها تبتدي بان يبقى في البيانو، ثم ليفا فلسطين، ثم دخول الراقصين، ثم الفنانه دينا الوديدي، ثم الفاير ووركس، مرورا بعد كده بالكينج. بس احنا وقفنا لحد قبل الكينج طبعا عشان هو يخش بقى. خليني اقول ووصل تحيه كبيره جدا لدي اس بلس على دايما الابهار الكبير اللي هم بيعملوه الحقيقه. دي مش اول مره. طبعا بلال الطراوي عامل شغل مع كل تيم اكيد دي اس بلس، نشكرهم طبعا اكيد على المجهودات الكبيره اللي دايما بيعملوها، والحلو ان هم دايما بيستعينوا بشباب. يعني خليني اقول سواء انت او كل الناس اللي شاركت تقريبا في الحفل شباب. احكي لي طيب عن المهرجان نفسه، انت شفته بقى ازاي السنه دي؟ مشاركتك فيه كده، حاسس دلوقتي كمان ردود الفعل اللي الناس بعد ما انت خلصت بيرفعوا عليك التليفون ويقولوا لك ايه؟ هو المهرجان طبعا هو يعني انا عايز بس اتكلم على من وجهه نظر حد حضر مهرجانات في مصر وبره مصر. المهرجان في ليفل مهرجان عالمي يعني شكلا وتنظيما. الستيج كبير عظيم، الشاشات اللي اللي في الباك جراوند خطيره. يعني لو حد النهارده بيبرفورم على الستيج او حد من الجمهور هيبقى شايف اكسبيرينس ما شافهاش قبل كده. في جرافيكس معموله مخصوص بتتعرض في الباك جراوند ورا كل جزء ورا كل مقطوعه مختلفه.
ما ايه تاني؟ الصوت، الصوت كان هايل في الهاوس اوف الستيج يعني. فتجربتي انا كبرفورمر، انت عزفت بنفسك يا حلواني صح؟ انا عزفت بنفسي. انت يمكن دي كانت تجربه جديده ليك، انت مش دايما بيبقى عندك الفرصه انك تعزف على الستيج صح؟ انا بعزف على الستيج، وعزفت قبل كده وكنت مألف مهرجان الجونه، وعزفت في مهرجان الجونه وكنت عامل موسيقى مهرجان القاهره، بس في مهرجان القاهره انا ما عزفتش بنفسي، بس عزفت في حاجات يعني ثانيه كتيره جدا. مع بيبقى ليها طعم مختلف لما انت بتعزف طبعًا بنفسك طبعًا. صح؟ انا بحب جدا اللايف بيرفورمنسز الصراحه، انا بحب جدا لما بنزل مع الاوركسترا وبنعزف في الحفلات الخاصه او الحفلات اللي بتخص الدوله. انا بحب جدا اعمل ده، بس انا يمكن ايه مقل شويه في ده، لان تركيزي اكتر بيبقى جوه الاستوديو وشغل الافلام والمسلسلات. لكن لما بتيجي فرصه حلوه زي كده وحاجه كبيره ومنظمه ومتشافه، فطبعا ببقى عندي الحاله بتاعت يعني يلا بينا يا جماعه. يعني هو عرض في الحقيقه متكامل، يعني زي ما احنا شايفين دلوقتي على الشاشه، زي ما انت كنت لسه بتتكلم، الجرافيكس، الراقصين، كل حاجه معموله بوقت معين. احكي لي عن دور المخرج كمان خليفه في انه ينظم كل ده، كنت حاسس انه كل حاجه موجوده يعني. الحقيقه أنا خليفه من اكثر الناس اللي بحب اشتغل معاه، لان هو مش مخرج انا اشتغلت معاه اول مره، ده مخرج انا بشتغل معاه من زمان جدا، يمكن يعني يكون 90% لو ما كانش كل الحاجات بتاعت خليفه انا اللي عاملها معاه. فانتوا فاهمين بعض يعني، بيقولوا كده ملنكين مع بعض، بيقولوا الجمله دي. هو بيعتمد ان هو بيكلمني بيقول لي كل الافكار اللي في دماغه، هو انا بثق في رايه جدا، هو بيثق في اللي انا هعمله، هو بالذات في الحاجات اللي بيبقى الوقت فيها كمان مضغوط. ما بيبقاش في وقت زي ما بنقول الباك اند فورس كتير يعني، بيبقى دايما هو انت عايز حد فاهمك، المخرج عارف يوصل لك الصوره، وكمبوزر انت عارف انه برغم ان الوقت ممكن ما يبقاش اكتر حاجه، الا ان هو عارف ان انا هرجع له باللي هو قاله لي في مكالمه تليفون. بالذات ان في البدايه كان هو وكل المجموعه كانوا موجودين في العالمين اوريدي، انا كنت لسه في الاستوديو في القاهره قاعد بشتغل، انا رحت لهم في الاخر عشان التروفات. فطبعا لا، انا وخليفه في تعاون يعني كبير تاريخي ما بيننا من سنين ورا. ده كان رأيك في خليفة يعني، بنشكرك مصطفى الحلواني.